الشخصة اللي عملها مسلسل ما وراء الطبيعة العظيم على نتفليكس بيأكد ان احنا الحمد لله بدأنا ندخل في مرحلة الدراما المحترمة من اول وجديد، ونبدأ نحط رجلنا كده بطريقة كويسة. اذا كان فيلم الفيل الازرق عمل الطفرة دي في السينما مع عن طريق رواية كويسة، لما تحولت لعمل درامي او لعمل سينمائي حقيقي قلب الدنيا من شكل الانتاج لشكل الدراما لشكل الشخصيات والاختيار واللوكيشنز كل التفاصيل، فعلا حاجة مشرفة. فمسلسل ما وراء الطبيعة على نتفليكس هو حاجة مشرفة وبعد المشرفة. العمل حقيقي انا يعني استمتعت جدا وانا قاعد بتفرج عليه. في كمية تحديات مش طبيعية. احمد امين ملوش علاقة باحمد امين المعروف، ملوش علاقة باحمد امين اللي طول الوقت هو ظاهر لنا بشكل كوميدي فقط. احمد امين على المستوى الاخر فنان جدا، ولو مجموعة يعني انا شفت له فيلم التسجيلي قبل كده كان بصراحة مؤدي هايل جدا وممثل هايل جدا. اللي عمله في ما وراء الطبيعة بيؤكد ان هو بيحط رجله كمان في حتة تانية خالص مختلفة. انا حاولت التزم بكل التعليمات بتاعت عمرو سلامة، لكن في الحقيقة انا حسيت ان انا عندي تعليمة واحدة بس حبيت التزم بيها، اني ابقى مبسوط جدا وانا قاعد بتفرج برغم ان في بنى للدراما مختلف وشكله فعلا حاجة حلوة قوي. التحدي الحقيقي اللي موجود انك بتتكلم في ممثلين تقريبا مفيش حد فيهم معروف الا احمد امين، مفيش حد ستار، مفيش حد انت بتبيع باسمه، انت بتبيع باسم رواية. كاتب الرواية العظيم الله يرحمه احمد خالد توفيق اكيد كاتب الرواية بطريقة مختلفة ومحترمة، لكن تحويل الرواية دي لعمل درامي على نتفليكس دي قصة تانية خالص. الهدف الرئيسي دلوقتي ان احنا ندعم الاعمال دي، الهدف الرئيسي ان احنا فعلا نفخر بان عندنا اعمال من النوع ده. وفي بعض الاشخاص للأسف واخدين الموضوع بشكل كوميدي، اللي هو كاتبين يا جماعة هي اصلها موضة، اصل في ناس في كام واحد اتفرج واحنا مش عارف كام واحد ما اتفرجش. القصة مش في كام واحد اتفرج وما اتفرجش، القصة في ان في مؤسسة كبيرة اسمها نتفليكس بتنتج مجموعة من الاعمال الدرامية لبلاد كتير جدا، وفعلا مصر ما كانتش بينتج لها حاجة، يعني ما تمش انتاج ليها عمل درامي قبل كده. فده يعتبر نقلة في عالم الدراما المصرية، انه الدراما نفسها تم انتاجها لمحتوى رقمي هيتزاع على الديجيتال فقط مش هيتزاع على قنوات. صحيح للأسف في قناة تقريبا قطرية او مش فاكر قناة ايه بتذيع المسلسل بطريقة سخيفة جدا وبطريقة مضروبة جدا، وللأسف الشديد انا ما بحترمش اي بني ادم هيتفرج على العمل ده من خلال الطرق الملتوية دي. صحيح مش كل الناس عندها الامكانية انها ممكن تشترك في نتفليكس، بس حاول اتصرف، حاول شوف حد صاحبك عنده نتفليكس اتفرج عنده وحاول اعمل، بس بلاش تشارك في الجريمة دي بالذات في عمل مصري او في عمل وطني. نقلة الدراما المصرية للشكل ده اللي طلع بيه العمل ده حاجة فوق الاحترام، ولازم ندعمها ولازم نحلم بنبقى فيه اعمال كتيرة جدا موجودة. لو عرفت عدد المشاهدات اللي عملها المسلسل من ساعة انطلاقه او ظهوره على نتفليكس الى الان هتتخض. لو عرفت عدد الناس اللي عملت سيرش على كلمة ما وراء الطبيعة هتتخض. لو عرفت قد ايه الكيرف الدرامي بتاع احمد امين وبتاع عمرو سلامه راح لحته تانية جدا هتتبسط. كل اللي عايز اقوله في الاخر ان رساله شكر لكل فريق العمل لمسلسل ما وراء الطبيعه، من اصغر حد شغال في المسلسل سنا لاكبر حد خبره وسنا، لانه عمل فعلا تتشرف انك تكون واحد من المشاركين فيه.